الدرس رقم 228، هنتكلم فيه عن اليونيك فانكشن. يعني ايه بتعمل ايه اليونيك فانكشن دي؟ هي بتجيب البيانات او الحاجات الغير مكررة. يعني عندي بيانات فيها داتا مكررة، هي الدالة دي بتجيب لي الغير مكرر، لكن هي ليها وظائف كتير. ممكن تجيب الغير مكرر بالنسبة للصفوف، وممكن تجيب الغير مكرر بالنسبة للأعمدة، وممكن تجيب اللي ظهر مرة واحدة بس، يعني اللي تكرر تلغيه. هنفهم الفروق دي كلها من خلال أمثلة. ممكن تعمل حاجات غير مكررة بالنسبة لكذا خانة، لكذا عمود مع بعض، يعني بطريقة معينة اختار اكتر من عمود. احنا سبق قبل كده اتكلمنا عن ازاي نطلع القيم الغير مكررة او بالفلتر for unique values وفي remove duplicate ازاي. خدنا الكلام ده، تعال ارجع معاك كده بنراجع الملف ده. ده السبتوتال 227، الملف 226 outlining اللي خدنا فيه ازاي نعمل جروب وكده. اما الملف ده ملوش علاقة، الملف الريموف دوبليكيت خدنا ثلاث طرق. لو رجعت الملف 224 هتلاقي فيه ازاي نزيل الحاجات المكررة من البيانات. يعني انا بزيل المكرر، يعني في الطرق اللي احنا خدناها كذا طريقة، طرق كتير في الملف ده رقم 224، تقدر ترجع له هتلاقيه في الليستة الملفات على القناة عندنا. هو كل الملفات انا مرقمها بالشكل ده. طب احنا بقى موضوعنا ايه؟ طب اللي قبل ده كان ده بداية الداتا فورم برضك، في ازاي نعمل تصفية للبيانات عن طريق فورم برضك. هنا ده الادفانسد فلتر، وقبليه كان الفلتر بقى على الارقام والنصوص في اكسل وكده. يعني من اول ملف 221 احنا دلوقتي وصلنا لملف رقم 228، باستثناء الملف 225 كنا بنتكلم فيه ان نحول اي صورة مرسوم فيها جدول بالصورة او اي حاجة يمكن ان نقدر ندخله على الاكسل ونعدل عليها. نرجع بقى تاني لدرسنا، بس حبيت اعمل كده مراجعة. الدرس بتاعنا مجهزين مثال، المثال ده على اوفيس 365 او اوفيس 2021. هفتح الملف اهو، الملف قدامي اهو، هستعرضه بسرعة. انا عندي نيم تسعة، دول اتنين متكررين، وتمانية وتمانية متكررين، وسبعة وسبعة متكررين، ستة مش متكرر، خمسة مش متكرر، أربعة مش متكرر، تلاتة متكرر تلات مرات، اتنين مش متكرر، أما واحد متكرر كتير. أما أجي هستخدم دالة اللي هي الدالة اسمها يونيك أكت بيساوي، هتظهر لي يونيك. أختار الأريه بس ده مش أكتر أهو، دي ببساطة. مجرد ما أدوس إنتر كده على طول جاب لي الحاجات، كل حاجة من الحاجات دي اللي هي مرة، يعني التسعة دي مرتين لا جاب لي واحد، التمانية كذا مرة مرتين جاب لي واحد، السبعة مرتين جاب لي القيم بدون تكراراتها. يعني انا عندي نيم واحد ده كان متكرر كتير جدا، ما جاب ليش غير نيم واحد. انا هطبق كل الامثلة هنا والمعادلات موجودة. ادي المعادلة الاولية يونيك دي كبيرة عندك، تقدر تنقل انت المعادلات دي وتجربها، تخش على اوفيس لو انت ما عندكش نسخة 2021 تقدر تخش اونلاين وتجرب زي ما انا موريك كده. همسح المعادلة دي وهطبق حاجة تاني. هطبق المعادلة دي ان انا هستخدم سورت مع يونيك، ان انا الداتا هنا مش مترتبة، فانا هكتب يساوي سورت وافتح قوس واستخدم يونيك جواها. برضك استخدم اخد الداتا دي كلها واقفل القوسين بقى المرة دي وادوس انتر. الاقي برضك الداتا هنا بس ترتبت سورتنج اسيندنج، يعني حسب. نرجع بقى، احنا خدنا السورت الاول وعملنا ملف واحد فيه كل السورت، فهنا خدنا المعادلة دي اللي هي سورت يونيك كذا من كذا لكذا، فطلعني الداتا بتاعتي ايه مترتبة بالشكل اللي انت شايفه ده. همسحها برضك. في بقى حاجة اسمها يونيك من A1 لكذا ترو. ايه القصة دي بقى؟
دي مهمة جدا، هقول لك عليها دلوقتي. تعالى نكتب المعادلة، وان في اتنين بارامتر موجودين بس انا مفوت بارامتر، هستخدم البارامتر ده. البارامتر ده بتاع انا هعمل، هنستعرض بقى الامر بالكامل بعد ما خدنا فكرة عنه سريع. هقول بيساوي يونيك، مجرد ما اختار ده برضك نفس الكولوم ده واعمل كوما، هيظهر لي بارامتر ترو ريتيرن يونيك كولوم، هنا ريتيرن يونيك رو. يعني اول ده بقى ان انا هعمل ترتيب هنا حسب الكولوم وهنا الرو. لا انا عندي ده كولوم اهو زي ما يعني عندي ده السوري الديفولت بتاعي اللي هو ايه رو، اللي هو كل الروز دي. طب لا انا هفوت ده، هعمل كوما كده هيطلع لي واحد تاني فيه ترو ريتيرن ذا نيم ذات سبير اكزاكتلي وانس، اللي ظهر مره واحده بس لو انا اخترت ترو. فانا اخترت ترو، فولس دي اللي هي الديفولت، يعني اللي هو هيجيب لي اللي احنا كنا بنستخدمها ده الديفولت، اللي هو بيجيب لي الايتمز مره واحده اللي اتكرر بيكتبه مره واحده، لكن دي هجيب لي اللي تم خدمته مره واحده. ودي نقدر نستخدمها لو عندي عملاء ولا بتاع وانا عايز اشوف اللي دخل مره واحده او اللي اتعامل معايا مره واحده بس. ده اتعامل مرتين، ده اتعامل اربع تلات مرات، مرتين ده مرتين، ده اللي هو النيم ستة ده واحد، هيجيب لي ستة وخمسة واربعة واتنين، دول المرة واحدة بس. مجرد اقول عشان كل ده عشان كتبت البرامتر اللي اسمه ترو، مجرد ادوس انتر كده جاب لي على طول ستة وخمسة واربعة واتنين. يبقى ده دي بردك طريقة تانية. طب الطريقة بتاعتي التانية اللي انا هتكلم عليها انا اللي هي ان انا هستخدم البرامتر بتاع الروز. طب تعال نشوف، انا عندي داتا اللي هي الداتا دي كده، عايز واحد اتنين اتنين، دي شغالة كولومز بالمنظر ده، دي كولومز، ده كولوم وده كولوم وده كولوم. فانا عايز برضك اخد الداتا تطلع لي واحد اتنين تلاتة، ليه؟ لان مش هيجيب لي الاتنين دي. ونفس الكلام بتاع ترو وفولس والكلام اللي احنا استخدمناه نقدر نطبق، بس المرة دي هنطبق على ان انا هستخدم، هنشوف مع بعض يونيك هستخدم يونيك ايه. هقول له ادي الاريه اهو اللي انا عايز عم اجيب القيم بتاعتي، اعمل كوما برضك بس المره دي هيقول له، هقول له الرو الكولومز دي ترو كولومز، لان انا عايز الديفولت بتاعها فولس بس. واقفل كده على ما عنديش حاجه تاني، هقفل يعني انا مش هكتب اي حاجه لان ده البرامتر الاولاني، البرامتر التاني هيجيبه كذا ديفولت يعني. ودوس انتر، اقفل الكوز بتاعي وادوس انتر، هبص الاقيه جاب لي 1 2 3 بس، اللي هي النتيجه اللي ظهر هنا دي. يبقى ده بقى القانون ده بردك اللي هو من بي، بس انا كنت مطبقه ان دي الخليه دي اسمها بي اللي هو ترو ده. طب امال ايه القصه ده بقى؟ القصه دي ان انا عندي هنا تو كولوم، ده كولوم فيه اسم وده كولوم، فرضنا ده الفيرست نيم وده اللاست نيم، وانا عايز اعمل اجيب الحاجات اللي مش متكرره في الاتنين مع بعض، اعملها ازاي دي؟ هي دي الايكويشن اللي هي اقول له دي واند دي اند، واسيب مسافه كده واخد البي دي معاه، هتطلع لي النتيجه دي. تعالى نعملها هنا اهو، بتساوي يونيك. طبعا كل الامثله دي هقول له المجموعه دي كده، وبعدين ابدا استخدم اند عشان ده string يعني، واعمل اتنين كوتيشن بس الكوتيشن دي، واسيب مسافتين كده عشان يبقى في مسافه، وابدا استخدم اند تاني، دي اسمها اند، وابدا اختار العمود التاني ده. فرضنا مثلا ده الاسم وده الاسم التاني، واقفل القوس بتاعي وادوس انتر، هبص الاقي النتائج دي لو انا وسعت سنه كده اهي. طبعا مش هما النتائج كلها، النتائج كلها كل دول لا، هو جاب لي بدون تكرار الحاجه اللي بدون تكرار. يعني مثلا نيم واحد ده فيها ال واحد وال واحد، لا مش هيجيب لي بقى ال واحد غير مره واحده بس في نيم واحد. تعالى كده نشوف نيم واحد ال واحد مره واحده بس اهي، ما جابش ال واحد وال واحد دي وال واحد، تلاتة ال واحد،
جاب واحدة بس، لكن جاب ال اتنين وجاب ال تلاتة مرة واحدة برضه، وهكذا. اذا انا قدرت برضك اعمل استخدم يونيك مع عمودين، اللي هي متطبقة في اللي جنبها دي، بس انا عشان المعادلات تبقى ظاهرة قدامك، فايه لو انت عايز تجرب تقدر تجرب. طب فرضنا انا استخدمت يعني همسح برضك دي كده. طبعا الناس اللي عندها نسخ قبل 2021 طبعا ممكن تدوس بقى على شيفت كنترول شيفت انتر في بعض الفيرجنز يعني، لكن انا دلوقتي بشرح لك في فيرجن متقدمه اللي هي اونلاين موجوده على الانترنت. طب فرضنا احنا عايزين ناخد المثال ده اللي هو بيقول له اللي هو يونيك من A1 لبي 19 اللي هو ده المعادله دي، يعني ان انا هاجي هنا او هنا، ممكن امسح ده كمان بالمره، معادله يونيك اللي هي العاديه البسيطه جدا، بس بدل ما هستخدم كولوم واحد لأ انا هستخدم اتنين كولوم مع بعض واشوف هيعمل ايه، وادوس انتر. طبعا هنا الرمز ده ظهر عشان ده موجود، عشان هو هيكتب في عمودين، هيكتب في عمودين. كان المفروض اكتبها هنا، فممكن اسحب الايكويشن دي كده، اشوف اتنفذت بقى هنا عشان مفيش عوائق فمظهرش الايرور لما سحبتها. خلاص كده طلع لي النتائج برضك متظبطة بس في عمودين، بدأ يركز كده من غير تكرار، بكده يبقى احنا خدنا كل الحالات بتاعت الامر او الفانكشن اللي اسمها يونيك لوحدها. لكن اللي عايز يرجع بقى ان ممكن نستخدم الدبل ريموف دوبليكيت الدرس اللي هو رقم اللي انا شرحت لك في المقدمة، لو رجعنا تاني افكرك برقم الدرس في اخر الشرح اللي هو الدرس رقم 224، ترجع له تلاقي طرق تانية لان انا اظهر اجيب الداتا بتاعتي بس من غير الفانكشن اللي اسمها يونيك. بكده يبقى الدرس بتاعنا خلص.